أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.